تحت دور المرأة في إنجاح الانتقال الديمقراطي نظمت تنسيقية المرأة بجامعة صفاقس للحزب الجمهوري لقاء مع السيدة مي جريبي الأمينة العامة للحزب والتي تطرقت بدورها إلى أهم قضايا المرأة في تونس ودورها الريادي في النهوض والرقي بالبلاد كان اجتماع نسائي لتكريم المرأة ولتأكيد على دور المرأة في انقاذ البلاد في هذه الظروف الصعبه المهدده فيها بال بالارهاب وبالانفلات الامني وبالانهيار الاقتصادي. اول نشاط نعملوه على النطاق الجهوي ونجيبوا له الامينه العامه يكون حول المراه وخاصه دورها في نجاح الانتقال الديمقراطي نظرا للظروف اللي تمر بها البلاد واللي هي تحتاج مجهود المواطنين والمواطنات الكل وهذه فرصه لتحسيس وتوعيه المراه على دورها في في العمل السياسي في نطاق الحزب الجمهوري أن للمرأة دور أساسي دور مركزي في عملية الانتقال الديمقراطي باعتبار أني عرضة إلى عديد المخاطر وهي مستهدفة بتيار الردة لذلك هي لها كل المصلحة أن تنخرط في العمل العمومي والعمل السياسي هو دور المرأة هو دور محرك وفاعل كما أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن تونس اليوم في حالة مخاض وهي بحاجة إلى مشاركة نسائها الأحرار لإنجاح الانتقال الديمقراطي للخروج بالبلاد لبر الأمان خاصة وأن تونس تزخر بنسائها المناضلات الرسالة الأهم هي كرامة الوطن من كرامة المواطن وكرامة المواطن من كرامة المرأة واستتبع من هذه الرسالة الأساسية يا نساء تونس أنتن كنتن في الثورة وساهمتن فيها لا تقدم لتونس بدونكم قاعدين تشاركوا في كل التظاهرات الميدانية والسياسية والإعلامية أنتن مطالبات بأن تكن في الموقع الأمامي مثلا اليوم في التنسيقين النسائيه حبينا نعملوا لقاء ونجيبوا برشا نساء من جمعيه برشا جمعيات برشا مواطنات برشا حتى من المجتمع المدني باش نتلاقاو بهم وجبنا ما يجري بي احسن مثال على ذلك باش تتحفز تحفز وتوعي النساء هذوما وتقول لهم راهو الفو تخافاي الفو تخي تخي بيان باش نعملوا الانتقاد الديمقراطي بسلام. الهدف هو طبعا معنى تحفيز المراه الساقسيه على وضع اليد في اليد يعني كنساء اولا ورص الصفوف لرفع التحديات المرحلة وانجاح الانتقال الديمقراطي بوقوفها جنبا الى جنب مع الرجل ان تثق بالله وتثق بنفسها وتكون دائما متفائله ومقدامه كما هي الان الحزب الجمهوري حزب يعول على كل الفئات العمريه لانجاح المرحله الانتقاليه الديمقراطيه القادمه خاصه وان تونس تفصيلها ايام قليله عن انطلاق اول جلسات الرباع الراعي للحوار فالحزب يدعو الى مزيد تظافر الجهود ووقوف الرجال والنساء جنبا الى جنب للنهوض بالبلاد